حتى أتاه اليقين. يعظنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وأذكركم بالآية الكريمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا عليه كما أمركم ربكم في كتابه، وما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ciertamente las gracias, las alabanzas son para Allah, Dios único, creador de todo cuanto existe, todopoderoso.